إلينا من تعز أيضا نائب المتحدث باسم الجيش العقيد عبد الباسط البحر. أهلا بك سيادة العقيد، ما هي آخر تطورات معركة القصر وفق المعلومات المتوفرة لديكم؟ حياك الله وحياكم الله وأهلا وسهلا بكم. حقيقة اليوم تشهد جبهة القصر انتصارات كبيرة، تقدمات متسارعة. الآن الأبطال يطهرون مباني القصر الجمهوري، أيضا الفرق الهندسية تعمل على نزع الألغام، هناك أيضا تعزيزات لتأمين المكان وللحفاظ على الأماكن المحررة مع تكبيرات أذان العصر. كان الأبطال يدخلون القصر الجمهوري مهللين مكبرين وتفتح لهم أبوابه. الآن جاري تمشيط القصر الجمهوري غرفة غرفة ومترا مترا. أيضا المساحة التي يحتلها القصر الجمهوري مساحة واسعة، ليس فقط المباني ولكن المساحات المفتوحة، وهذه المساحات المفتوحة يعني هي عرضة لقذائف الميليشيات لأنها مناطق مفتوحة تماما ويتم استهدافها، ويتخذوا سياسة الأرض المحروقة تماما مع القصر الجمهوري الآن. تمام، مراسلنا قبل قليل تحدث سيادة العقيد عن أنه الآن السيطرة على البوابة الغربية، أنت تتحدث عن سيطرة كاملة على مبنى القصر الجمهوري كمباني وبوابات ومساحة كاملة؟ شبه كاملة، يعني بقت يعني جيوب بسيطة وأجزاء بسيطة جدا لا تكاد تذكر، يعني جاري التعامل معها وجاري تمشيطها، وخلال الدقائق القليلة القادمة يعني سيستكمل السيطرة على القصر الجمهوري بمرافقه وبمبانيه وبالمساحات المحيطة به والمجاورة له. طيب. القصر الجمهوري كمبنى الآن الأبطال يتواجدون في داخله. طيب، ما الذي تعنيه الآن عسكريا واستراتيجيا في سير المعركة، معركة تحرير تعز السيطرة على القصر الجمهوري، وما الهدف التالي والقادم؟ تعز كانت محررة المدينة بشكل كامل، لكن السيطرة على القصر الجمهوري هي سيطرة على مكان حيوي واستراتيجي ومكان أيضا يحمل رمزية سيادية ورمزية مهمة جدا، وهو أيضا له مكانة عسكرية حيث هو يقع على ربوة وطلة مشرفة ومطلة على العديد من الأحياء السكنية وعلى العديد من الأماكن. من القصر الجمهوري يطل على وادي صانة وعلى سفتل وعلى الأمن المركزي وسوق الجملة وعلى الأحياء الشرقية. فبالسيطرة على القصر الجمهوري أنا أعتقد أن بوابة الحوبان فتحت تماما. طيب. اليوم نحن نفتح بوابة الحوبان، آخر ضواحي مدينة تعز الشرقية التي ما زالت في قبضة الميليشيات. أنا أعتقد معركة القصر الجمهوري هي معركة الحوبان بامتياز، وسقوط القصر وسقوط الحوبان هذه المنطقة كان علي عبد الله صالح وميليشياته وميليشيات الحوثي مراهنون عليها كثيرا، كدسوا فيها أعداد كبيرة من السلاح. هذه يعني الأسلحة بمختلف صنوف الأسلحة وأنواعها، المعسكرات هنا في كل شبر معسكر، من معسكر التشريفات إلى الأمن المركزي إلى معسكر الإذاعة إلى الدفاع الجوي إلى معسكر الجناد إلى قاعدة الطارق إلى المطار الجديد، ها يعني إلى معسكر الاحتياط. إلى هذه المنطقة، منطقة الحوبان، هي يعني كانت منطقة عسكرية بامتياز، فيها المؤسسات السيادية، فيها المؤسسات الاقتصادية، فيها المؤسسات الحيوية. اليوم الأبطال يدشنوا معركة الحوبان ويحققوا المقولة القديمة والأسطورة القديمة بأنها ستكون حوبانية إن شاء الله. تعز ستحرر، تعز ستطهر، هذه آخر الأوكار التي تسقط اليوم بيد أبطال القوات المسلحة وتتحرر من رئيس الميليشيات. طيب، تتحدث عن سيطرة شبه كاملة على في معركة القصر الجمهوري، لكن الآن هناك قصف عشوائي يستهدف المدنيين، هذه السيطرة ربما لم تمنع الخطر عن المدنيين، ما زال هناك استهداف من قبل الميليشيا، وبالتالي أيضا سؤال آخر يتحدث عن إسناد التحالف العربي والطائرات لهذه المعركة، هل هناك أي إسناد لكم؟ يا أخي بالنسبة لاستهداف المدنيين واستهداف القصر، الآن أنا أحدثك، القصر الجمهوري أمامي لا يوجد منطقة ميتة، معظم المناطق تشتعل نار، يعني القذائف في كل شبر وفي كل سنتيمتر، قذائف من عدة اتجاهات تنهال على القصر الجمهوري بشكل رهيب جدا، لأنه كما أقول لك المعركة معركة كسر عظم بالنسبة للقصر الجمهوري، وهي معركة مصيرية بالنسبة لتعز، هي معركة تعز الأساسية. بالنسبة لاستهداف المدنيين، هم يستهدفون ويستهدفون المدنيين بقذائف ثقيلة من أماكن بعيدة من محيط المدينة، من الستين والخمسين ومن الجند ومن الحوبان ومن سفتل والسلال والقعشة،
هذه الأماكن هي التي يعني يستهدف من خلالها، ونحن نناشد التحالف العربي. أين التحالف العربي من معركة كسر العظم التي تدور حاليا في تعز؟ أين الإسناد الطائرات؟ لهم دور مشكور، لكننا يعني نطالب بالمزيد. نحن الآن ندعو التحالف العربي بمساندة مباشرة بالطيران المقاتل أن هذه الأماكن العسكرية، أن يتم إسكات مصادر النيران المعادية، أن يتم استهداف الأسلحة الثقيلة تستهدفنا وتستهدف المدنيين أيضا من حولنا. نناشدهم من خلالكم أن يكون هناك تغطية أكثر فاعلية. نحن ممتنين ومشكورين لهم، خاصة في الساحل، معركة الساحل هناك تغطية شبه تامة، لكن في المعركة الشرقية التغطية موجودة أحيانا لكن ليست بالمستوى المطلوب. نحن نطالب بتغطية كاملة وبطيران مقاتل وبطيران استراتيجي وبتدخل الأباتشي وإسكات، لأنه اليوم مجروحين ويقذفوا على المدنيين وعلى الأحياء ويروح ضحايا الأبرياء. إذا أرادوا تأمين هذه منطقة الحوبان حتى فيها يعني مخازن في جبل العلا وكذا للصواريخ البالستية، فيها أيضا الطريق الواصل إلى المحافظات الجنوبية من خلاله يتم تعزيز قوات الحوثي في شمال لح وشمال الضالع وفي عدن. فقطع أو السيطرة على المنطقة الشرقية لتعز هو قطع لخطوط الإمداد تماما. شكرا لك. سينسحبوا أوتوماتيكيا من بقية المناطق في المحافظة الجنوبية إذا أرادوا تأمين المحافظة الجنوبية، إذا أرادوا تأمين من الصواريخ البالستية التي تستهدفهم. نحن ناشد أن يتدخل الطيران العربي وطيران التحالف العربي وبقوة وفي هذه الأثناء وفي هذه اللحظة التي نحن في أمس الحاجة إليهم. شكرا لك العقيد عبد الباسط البحر، نائب المتحدث باسم الجيش الوطني في تعز.